السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي بشركة آفاق التعليمية، إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض نشرح منهج أحياء واحد للصف الأول الثانوي. معكم الأستاذ عرفات محمد عمار، معلم الأحياء بشركة آفاق التعليمية. بإذن الله يا شباب هنبدأ نشرح منهج أحياء واحد. طبعا المنهج عبارة عن 9 فصول. الفصل الأول بعنوان دراسة الحياة، فيه درسين. الدرس الأول هنتكلم عن مدخل إلى علم الأحياء. قبل ما نتكلم عن ملخص الدرس هندخل على الدرس على طول. إيه المطلوب من الدرس يا شباب؟ مطلوب من الدرس 3 أشياء. رقم 1، ما المقصود بعلم الأحياء؟ 2، ما هو دور علماء الأحياء؟ 3، ما هي خصائص الكائنات الحية، أو ما هي خصائص الكائن الحي؟ طيب أولا نبدأ نتكلم عن ما هو علم الأحياء. باختصار شديد جدا، علم الأحياء هو العلم الذي يهتم بدراسة الكائنات الحية. أنت لو قلت هذا التعريف إن شاء الله صح يعني. طيب لو واحد أبغى يزود شوية، هو علم يهتم بدراسة الكائنات الحية وعلاقتها مع بعضها البعض، والتعرف على تركيب الكائنات الحية وكل ما كان حي يوما ما. هذا تعريف علم الأحياء. طيب ماذا يعمل علماء الأحياء وما دور علماء الأحياء؟ طبعا علماء الأحياء هم اللي يستكشفون، يبحثون عن إجابات ويسوون أبحاث وتجارب، هم دول علماء الأحياء. طيب أول شيء مهم جدا من علماء الأحياء، رقم 1، دراسة تنوع الحياة. عندنا يعني دراسة تنوع الحياة، يعني بيدرس أنواع الكائنات الحية. عندنا العالم ابن سينا، هذا العالم وصف النباتات وصفا دقيقا جدا، وبدأ يدرس أنواع النباتات وصنف النباتات على حسب حجمها، وبدأ يقسمها على حسب استخداماتها، بدأ يصنف أيضا أنواع الحيوانات، ويعتبر هو يعني إيه ابن سينا بدأ يدرس أنواع الكائنات الحية. هذا مثال كأول عالم مثلا مسلم بيدرس أنواع الكائنات الحية. طب إيش تاني ممكن يسووا علماء الأحياء؟ البحث في الأمراض، يعني يشوفون المرض وإيش إما هو مسبب هذا المرض، سواء كان فيروس بكتيريا أي ميكروب مسبب لهذا المرض فطر، ويبدأ يكتشف علاج ويبحث عن علاج لهذا المرض. عندنا في 2 علماء، منهم ابن البيطار، هذا العالم يعتبر عالم صيدلي. كيف صيدلي؟ هذا العالم درس النباتات وجمع عينات، وبدأ يدرس يعني يستخلص من النباتات أدوية، وبدأ يضع كل الأدوية هذه في كتاب سمي بالمغني في الأدوية المفردة في العقاقير. طيب وعندنا ايضا العالم ابو بكر الرازي، هو اول من كتب وصفا للجدري والحصبة واكتشف الميكروبات المحدثة لهذا المرض طيب ايش عندنا هنا؟ تطوير التقنيات. طيب يا شباب رقم 3، تطوير التقنيات. يعني ايه تقنيات؟ ايه التكنولوجيا اللي ممكن تساعدني ان انا اكتشف وابحث والتجارب وهكذا؟ عندنا التقنية عامة هي تطبيق المعرفة العلمية لتلبية احتياجات الانسان، بس هو ده المطلوب منك. طب كيف يعني؟ اعطنا مثال. شايفين هذه اليد الصناعية؟ هذا الرجال يعتبر فقد ذراعه وسو اخترعوا له يد صناعية تعوضه انه يقدر يقوم ببعض الاشياء عن يده، يعني هذه تعتبر تقنية. تمام. تحسين الزراعة، الهدف من الزراعة ان يكون عند المحصول والانتاج كبير. طب وش السبب؟ هل النبات نفسه سلالته ضعيفة نبدأ نعمله تهجين وهندسة وراثية، ام العيب في التربة هل هي غير خصبة نبدأ نضع لها اسمدة كيماوية، ولا هل في حشرات وفي امراض تحتاج علاج؟ هل اسمها دراسة البيئة ان انا ابدأ احسن الزراعة واشوف ايه المشكلة في الزراعة. طيب اخر شيء عندنا حماية البيئة. يعني ايه حماية البيئة؟ والله انا ممكن احمي البيئة من التلوث، سواء كان تلوث الهواء، المياه، التربة، وايضا ممكن احمي من اللي بيعيش في البيئة، معظم النباتات والحيوانات اكثر من الانسان. طيب مش في حيوانات مهددة بالانقراض؟ بدأ العلماء يعملوا محميات طبيعية للحفاظ على انواع كثيرة جدا من النباتات والحيوانات مهددة بالانقراض. تمام. وفي في المملكة محميات كثيرة جدا، منها محمية الوعول. هذه المحميات بتوفر مكان آمن لمعيشة لكي تعيش الحيوانات وتساعدها على التكاثر وحتى لا تنقرض. تمام. يبقى كده خلصنا ثاني هدف عندنا، اتكلمنا عن ما هو علم الأحياء ثم ما هو دور علماء الأحياء.
نيجي بعد كده على خصائص الكائن الحي. خصائص الكائن الحي في 8 خصائص يا شباب لازم تكون موجودة في أي كائن حي. رقم واحد، أي كائن حي عندنا مكون من خلية واحدة أو أكثر. كيف يعني؟ هو وش الخلية عامة؟ الخلية هي وحدة التركيب والوظيفة في جسم الكائن الحي، وحدة بناء الكائن الحي هي الخلية. قد يكون الكائن الحي وحيد الخلية مثل البكتيريا، أو عديد الخلايا مثل الإنسان والحيوان والنبات. طيب هذا رقم واحد، مكون من خلية واحدة أو أكثر. اثنين، ظهار التنظيم. جسم الكائن الحي منظم، سواء كان وحيد الخلية سواء كان عديد الخلايا أيضا منظم. كيف منظم؟ يعني الإنسان بيتكون جسمه من خلية، طب مجموعة خلايا تكون نسيج، مجموعة أنسجة تكون عضو وليكن مثل القلب أو المعدة، طب هذا العضو يكون جهاز، طب مجموعة أجهزة زي الجهاز الهضمي والعصبي والدوري والتنفس يكون جسم الكائن الحي. هذا سلسلة التنظيم مثلا. يبقى تبدأ بإيه؟ خلية، ثم نسيج، ثم عضو، ثم جهاز، ثم جسم الكائن الحي. طيب بعد كده عندنا النمو، هو الزيادة في كتلة الفرد، حجم الإنسان بيزداد. تمام، لو كان خلية وحيدة بس، يعني هو الجسم كله عبارة عن خلية واحدة، كيف يكون في النمو؟ حجمها بيزداد. طب لو كان كائن عيد الخلايا تكون الزيادة في حجم وعدد الخلايا. التكاثر هو إنتاج أفراد جديدة لحفظ النوع من الانقراض، هذا التكاثر. طبعا يبقى التكاثر عكس الانقراض، هو الهدف منه إنتاج أفراد جديدة. طيب احنا عارفين ان هذه الخصائص للكائن الحي، يعني لو اي خاصية ما هي موجودة في الكائن الحي يحصل خلل، ممكن انسان يموت. الا التكاثر هذا هي خاصية ليست أساسية للفرد ولكن مهمة جدا للنوع. كيف يعني؟ يعني التكاثر هذا مهم جدا للحفاظ على النوع من الانقراض. وش النوع؟ مجموعة من المخلوقات الحية تتزاوج فيما بينهما، هذا تعريف النوع. طيب أنا ودي أعرف الحين كيف أنت بتقول ليست مميزة أو ليست أساسية، أو يعني يقدر الإنسان يعيش هو عقيم ما ينجب عادي، رجل اثنين ثلاثة مرأة، يعني لو عدد ممكن يقول في عدد كثير جدا ناس نجدهم ما ينجبون، ما عندهم أولاد، ما يقدر ينجب، يتعالج ويأخذ أدوية وما يقدر ينجب. طب يموت؟ لا ما يموت. طب لو كل الناس عندهم هذا المرض ما يقدر ينجب، خلاص بعد فترة ناس بتموت وما في، الأعداد بتقل تقل لين ينقرض الإنسان. يبقى هذا التكاثر هو خطر أكثر على النوع، يهدد النوع بالإنقراض، لكن ليست صفة أساسية للفرد ولكن أساسية للنوع. طيب هذا مقصود بالنوع. نيجي بعد كده التكاثر، الحاجة إلى الطاقة. طبعا ما في إنسان حيوان نبات، ما في كائن حي على وجه الأرض يقدر يعيش بدون طاقة، والطاقة هذه ممثلة في الغذاء، سواء كان نبات يقوم عملية البناء الضوئي، سواء كان حيوانات أو إنسان تحصل على الطاقة من يتغذى على مخلوق حي آخر. المحافظة على الاتزان الداخلي، المحافظة على الاتزان الداخلي. ما هو الاتزان الداخلي؟ وتنظيم الظروف الداخلية للفرد من أجل المحافظة على حياته، هذا التعريف المهم جدا. يعني اتزان داخلي يعني الإنسان مثلا لو احنا موجود في مكان درجة حرارته عالية جدا يحصل ايه؟ فالإنسان يتعرق، بس مكتوب خط، فالإنسان يتعرق ليلطف جسمه ويحافظ على درجة حرارته من الارتفاع الزائد، أو ما يكون في درجة حرارة عالية يبدأ جسمه يفرز العرق، هذا علشان درجة حرارة الإنسان ما تزداد مرة، لو زادت مرة هذا في خطر جدا على حياة الإنسان، يبقى اسمه اتزان داخلي. طيب نيجي بعد كده على الاستجابة للمؤثرات. المثير، وش المثير؟ هو أي شيء يسبب رد فعل المخلوق الحي، سواء كان داخلي أو خارجي، سواء كان ألم في داخل الإنسان أو أي شيء داخل الإنسان، سواء كان أي مؤثر خارجي، سواء كان وغذ بالإبرة مثلا أو درجة حرارة عالية، حرارة أو أي شيء. الإنسان دايما لما بيجي عليه شيء غريب أو فجأة دايما بيتحرك بسرعة، هذه اسمها استجابة، هي رد فعل مخلوق الحي. هذه تمثل في حاسة الإحساس، يعني الإنسان هل هو بيشعر ويحس ولا لا؟ أي كائن حي سواء إنسان نبات حتى الحيوان برضه بيشعر ويحس، هذه اسمها استجابة للمؤثرات. تمام، آخر شيء رقم 8، التكيف. هو ملائمة أي تركيب في جسم المخلوق الحي للوظيفة التي يؤديها، وهي صفة وراثية. يعني لما الإنسان بيتولد بيتكيف على حسب البيئة اللي بيعيش فيها، سواء إنسان سواء نبات.
الحيوانات حتى الحشرات، هذا يعتبر تكيف. شوفوا هنا في بعض الأوراق عندها تحور، تتحول لأشواك في نباتات صحراوية عشان ما تفقد مويه كثير. وكثير جدا من الأشياء التكيف عندنا، مثلا الحيوانات، الثعبان مثلا تلاقيه في الرمال لونه أصفر نفس اللون عشان ما نقدر نتعرف عليه. الحرباء مثلا لونها أخضر ده في وسط الأوراق عشان ما نقدر نتعرف عليها وسهل للإنسان يصطادها أو حيوان آخر يصطادها. هذه كلها أمثلة على التكيف. طيب يبقى احنا يا شباب كل اللي اتكلمنا عنه في هذا الدرس 3 أشياء: ما المقصود بعلم الأحياء، هو علم يهتم بدراسة الكائنات الحية، ما هو دور علماء الأحياء، طبعا ال5 أشياء اللي قلناهم هم دراسة تنوع الحياة، البحث في الأمراض، تحسين الزراعة، تطوير التقنيات، وحماية البيئة، وأخيرا خصائص الكائنات الحية اللي هي 8 خصائص. وبكده نكون أنهينا الدرس، إلى أن نراكم مع درس آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.